مرحبا بكم للنسي لكل علي معلول يحسم الجدل بين الأهلي ولا ترجي ويختار وجهته القادمة. أعلن الأهلي المصري عن تمديد تعاقده مع الدولي التونسي علي معلول الذي أمضى لمدة موسمين إضافيين مع الفريق. وكان معلول 29 سنة قد انضم للأهلي في 2016 قادما من نادي رذيل الصفاقسي ولعب 76 مباراة مع الأهلي، سجل فيها 8 أهداف وصنع 22 هدف. يذكر أن علي معلول كان قد أكد في الأيام القليلة الماضية أنه تلقى عرض من الترجي الرياضي التونسي وأن زوجته كانت ترغب في قبوله من أجل العودة إلى تونس.